أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه رسالة من المرسلة أحمدية القرني من الباحة، لها فيها عدد من الأسئلة. تقول في أولها: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 سنة، ولقد حججت إلى بيت الله الحرام عام 1400، وكان عمري 16 سنة، وإلى الآن أحس أنني كنت أفتخر بهذا الحج وأخبر به زميلاتي، وقد ندمت على ذلك الآن، وأحسست أن حجي لم يخلو من رياء وسمعة، فهل حجي صحيح أم لا؟ وماذا علي تجاه ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. حجك صحيح إن شاء الله، وما فعلتيه من الإخبار به إن كان من باب الرياء فهذا فيه إثم عليك، عليك التوبة إلى الله عز وجل وعدم الاستمرار على الافتخار بأعمالك وذكرها عند الناس، لا يجوز هذا، عليك بالتوبة وترك هذا العمل. وأما حجك فهو صحيح إن شاء الله. نعم.